وقمة الاتحاد الأوروبي والمغرب ستكون محطة تاريخية لتعزيز العلاقات بين الجانبين. التأكيد جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية الإسباني ميغيل إنخيل موراتينوس بعد مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري. زيارة المسؤول الإسباني للمغرب تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي. تفاصيل أخرى نتابعها مع حورية أبو طيب، مصطفى الصفر وعزتين أبو الجيوش. الاتحاد الأوروبي يولي تماما واسعا في الانفتاح على المغرب الذي منح وضعا متقدما في محور الشراكة الأوروبية. الجارة إسبانيا فاز لرئاستها الدورية للاتحاد، تبذل جهودا حثيثة لضمان نجاح أول قمة مغربية أوروبية، حيث شكل الإعداد لهذا اللقاء أبرز القضايا التي تباحثها الوزيران. تباحثنا في أفق هذا الاجتماع الهام في نتائج المرتقبة من هذا اللقاء، حيث ستكون فرصة لإعطاء للوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي أكثر نجاح في التعامل، أكثر قوة في الجانب الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية، وكذلك كل ما يخص القضايا الاجتماعية أو الهجرة أو الحضور الجالية المغربية فوق التراب الأوروبي. الحكومة الاشتراكية في مدريد بحكم علاقتها المتميزة مع الرباط تصف القمة بالخطوة البناءة في مسار الشراكة المغربية الأوروبية. تعد القمة المغربية الأوروبية فرصة سانحة لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما ستمكن من دعم الجهود الكبيرة التي بذلت لتقوية مسلسل التحديث الذي عرفه المغرب خاصة على المستوى الاقتصادي. ويرغب المغرب وإسبانيا على حد سواء في الارتقاء بعلاقتهما الثنائية، ذلك أن مجرد عقد القمة بمدينة غرناطة لها أكثر من مدلول، حيث أن المدينة لا زال اسمها يحمل رنينا تاريخيا لم ينقطع صداه منذ أن غادرها العرب والمسلمون.